اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك دم عيونك تقشعهن بغير عيون. وقت اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك دم عيونك تقشعهن بغير عيون. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير برر أغلاطك منك قادر صح تكون. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير تبرر أغلاطك منك قادر صح تجرح الناس شو ذنبهم يتجرحوا والإحساس بيفقد عندك مطرحه. تجرح الناس شو ذنبهم يتجرحوا والإحساس بيفقد عندك مطرحه. بتعيش عقدة ذنب صراع له قلب بيتغير مفهوم الحب وبيبطل عندك مفهوم. ضميرك بتحطه بخانك اسمها عذبني زماني بتصير ظالم واناني وبذاتي وقت مظلوم. لمين كل هالصور الرسمة؟ القليلة بعرف كتير منها بس هيدي ما بعرف مين هيدي؟ ليه عم تصرخ هيك؟ كنت عم بقتلها. غريب انك راسم كل الوجوه حتى هيفا الا انا ما لقيت صوره لالي بيناتهم. شكلك رسمت الناس اللي اشتقت لهم بس. طيب صار فينا نحكي. انا ما عندي شيء اقوله، ما عندي شيء احكيه. انت اجيتي لهون لحالك، وصلتي لي، كان عن طريق الايميل اللي بعته لشادي عرفتي عنواني، بس بالظاهر انك نسيتي انه باخر تليفون بيني وبينك انت اللي طلبت الطلاق. طلبت الطلاق لانه ما كان عندي غير حل حتى ترجع. اساسا ما بعرف ليش فليت. اذا انت نسياني انت اللي طلعتي قبلي من البيت مو انا. بس أنا ما سافرت بلا ما أخبر حدا. أنا ما رحت مطرح ما حدا بيعرف ويني.
أنا رحت على مطرح كلكم بتعرفوا عنوانه ونطرتك هونيك. إذا رحتي ليش لكن رجعتي؟ ها؟ إذا رحتي ليش رجعتي؟ أنا بقول لك ليش. رحتي لحتى تذكريني إني عاجز. رحتي لحتى كل ما أتفقدك وما لاقيكي أتذكر إنه أنا ما بجيب ولاد. رحتي لحتى ما تبكي قدامي لأنه بدك ولد. ليكك لحقتيني لهون. بس أنا بدي أذكرك إنه أنا لساتني مثل ما أنا، عاجز، ما بجيب ولاد. إذا أنت نسيتي، أنا ما نسيت. أنا رجعت لأني مارة. مارة مجوزة، فاقت يوم من الأيام ما لقيت جوزها حدا. هيك فجأة اختفى. ما حدا بيعرف عنه شيء. لا، ورجعت اكتشفت إنه الكل بيعرفه إلا أنا. جيت لعندك لأسألك ليش مشيت؟ أوس أنا نزلت بلك. بيت أهلي كان بيتك، وبعمره ما كان رح يخلوك تنزلي. أختك زلتني لما قعدت أترجاها تخبرني أنت وين. لا وصاحبك زلني وقتك كنت قاعدة أنا وياه بالمكتب وأنت عم تتصل فيه وهو ما بده يرد كرمال ما أعرف أنت وين. كل الكون زلني بغيابك أوس. أنا مشيت لحتى أنت يكون عندك فرصة تكوني أمي. معي ما ممكن يكون عندك هاي الفرصة. بس أنا ما بدي هيدا الشيء. أنت بدك كل شيء. أنا تركت بيت أهلي لأول مرة بسببي. تركت حياتي وتركت شغلي، تركت غرفتي لأنه كل ما فوت عليها بتذكرني بدموع عيونك. حتى البكي ممنوع؟ لا مو ممنوع. مو ممنوع. أنا قلت لك روحي عيشي حياتك، حرام تبكي عندي. زواجنا كان غلطة. غلطة؟ استمرار زواجنا غلطة. وجع. أنا ما ممكن أعمل عيلة. أنتوا جاي تعمل عيلة هون؟ ما ممكن أعمل عيلة بأي مكان في العالم، فهمين؟ يعني فينا نرجع؟ أوس أنا بحبك. بحبك بس أنا مقهورة. مقهورة لأنك فلت وتركتني وما سألت عني. أنا المقهور. وأنا اللي انزليت، وأنا اللي تعبت، وأنا اللي شقيت وتشردت. أنا كل هيدا لأنه رجعت لك. لا مو لأنك رجعت. بدك حياة جديدة؟ بلشيها بعيد عني. وأي شي بدك ياه بالدنيا صدقيني، أي شي بحقق لك السعادة أنا مستعد أعمل لك ياه. بس بلشيها بعيد عني. حياة جديدة. شغل بالي عليك. جمعة أنا سافرت، رحت ودعتها. سافرت لعند مين؟ ما قلتي لي إنه ما إلها حدا. ما هي هاي المفاجآت اللي بتقدم لك إياها الحياة. أشخاص بتفكر إنك بتعرف عنهم كل شيء، فجأة بتكتشف إنك ما بتعرف شيء. جمعة في موال براسها من وقت ما طلعت من السجن وحابة تعمله. بس صدقيني شو ما كان في براسها، أنت ما رح تقدري تغيري. ولا رح تقدري تمنعيها إنها تعمله. مشكلتي اني بحس بالمسؤولية تجاه كل الاشخاص اللي بعرفهم بحياتي.
لما عرفتيني. زاد واحد. عن جد؟ طيب في مجال هيك تنزليهم كلهم عن كتافك وتجربي بس هيك شي نهار تفكري بشخص واحد بس، تفكري بهيفا؟ يا ريت اقدر. طيب فكري بشادي. جربت. كنت بدي افرجيك على هيدي. طيب. عملنا فيها شوية تعديلات. ولو مطر تفضل. مش عايزة تاكل ولا تكلم حد. بقالها أسبوع على الموضوع ده. الغريب إني كون هون وعم أسألك أنت عن أوس. لا غريب ولا شيء، ما حدا منا بيعرف شيء. ما حكيت مع رانيا؟ ما قالت لي شيء. صار دورك انت تخبي علي. لا ما عم بخبي، بس انا تركت كل شيء ومشيت. على فكره هيدي الحركه اللي عملتها ما حدا فهمها. انه ليه؟ اخر كلمه قالت لي اياها اختي، بعد عن العائلة. ليه؟ قال وجودي جنبهم عم بضعفها، عم يكسرها، وأنا نفذت اللي طلبته مني. أنا رح أتجوز هيفا. مبروك. هيك مبروك وبس؟ شو بدي أقول لك يعني؟ بعد عنه؟ على فكرة نحن ما رح نعمل عرس، رح يكون هيك عشا صغير وبس، وأنا بدي هيك معي. بصفتي شو؟ كيف يعني بصفتك شو؟ ليك شادي، إذا أنت جاي عم تعزمني إنه نحن من العيلة، فبحب أقول لك لا أنا ولا أختي كنا بيوم من الأيام قراب منهم. عم أعزمك لأنك خيي. تخيي وأعز. بس افرحوا وحدكم، في ناس ما خلق لها الفرح، انا واحد من هالناس.
هي صدفة جمعتني فيك أول مرة ورجعت جمعتني فيك الليلة. فكر حالك أنك قدرت تهرب، فكر حالك أنك إذا غيرت بشكلك ما رح أعرفك. أنا يمكن يجي نهار وأنسى صورة وجهي أنا، بس وجهك، وجهك هو الشيء الوحيد يلي مش ممكن أنسى أي شيطان مخبى ورا هالضحكة. هودي العيون نفسهم يلي شفتهم هيداك النهار، نظرتهم بعمري ما رح أنساهم. الناس برا بتحتفل بالنجاح اللي انتي عملتيه وانتي لا. طب ليه؟ وعشان خاطر مين؟ 80,000 مشاهد لفيلمك في اسبوع، مفيش صحفي لما كلمك، مفيش مهرجان غير لما دعاكي عليه، وانتي قافله تليفونك وحابسه نفسك في الاوضه دي ليه؟ المنتج برا عمال يحصد كل النجاح اللي انتي عملتيه، واسامه كمان. أولاً ما اسموش أسامة، وثانياً وده الأهم، أنا ما يهمنيش اللي بيحصل بره، ما يهمنيش النجاح كله. طز في اسمي وطز في مستقبلي وطز في أفلامي وطز في النجاح كله. ولو سمحت كفاية بقى نصايح ودروس، سيبوني في حالي بقى، سيبوني كفاية. على فكرة بقى، أنا جاتلي عروض كتير قوي لعمل جزء تاني من فيلم قصة غريبة ده. واضح إنه سما أسمر ده سحر الناس زي ما سحر الكاميرا بالظبط. بس أنا يعني اللي مش دايماً بأيد فكرة الأجزاء دي، مش دايماً بتنجح. بعتقد من بعد ما تقرا هالقصة رح تغير رأيك كلياً وما تروح أبداً باتجاه جزء تاني، لأنه هيدي قصة جديدة ومختلفة. ماشي، بس الأهم خالص إن الموضوع يليق على أسامة. صدقني من أول ما بلشت أكتب وما كنت عم شوف غيره قدامي. خلاص يبقى نقرا، وأنا هبعت نسخة لأسامة ونسخة لشريف، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. ما تشربي القهوة. أكيد. الدنيا في شباك التذاكر، الافتتاح كان ضخم قوي بصراحه. شيرين انت تستاهلي كل خير. مفيش، اتفضل اتفضل يا شمس. شمس الله صحيح، هو رومي وبطل الفيلم بتاعك محضرش الافتتاح ليه؟ لعل المنع يكون خير. عارف يا كريم، لو عرفت او حتى سمعت ان انت ليك علاقه باللي حصل انا هعمل فيك ايه؟ وليه التهديد؟ وبعدين هو حصل ايه اصلا؟ شمس أستاذ. ازيك يا أستاذ؟ الله يخليك. على فكرة يا أستاذ، أنا بعت لك الورق الجديد على البيت، بس المرة دي إيه بقى؟ ورق هيعجبك قوي. إن شاء الله نقرا ونشوف. أستاذ أسامة مساء الخير. مساء الخير. أنا معجبة جدا بحضرتك، أنا شفت فيلمك كان بيجنن ودورك كان هايل. تسلميلي. شكرا. ممكن آخد صورة معاك؟ طبعا، اتفضل.
ميرسي. يا هلا مدام درة، زي حضرتك. انا بحبك جدا حبيبه قلبي، يعني انا اليوم يوم عيد بالنسبه لي حبيبه قلبي. بين كبار زيكم حبيبه قلبي. الله يخليكي. شكرا شكرا. هاي درة جاهزه بقى تقري ورقنا الجديد ولا لا؟ هقرا ولو عجبني ان شاء الله نعمله يا رب. بص يا استاذ، دي اخر حاجه اتكتبت. ما شاء الله كلام جميل قوي. بس بقول لك ايه، الكلام اللي انت هتقراه في الورق الجديد هيعجبك قوي، ولو قريته كويس هيجننك. خلاص لو جنني اوعدك اني هشتغل. شادي، معقول انت عامل كل هذا مشاني؟ انا كان نفسي زين العالم كله كرمالك. كرمال عيونك، كرمال ضحكتك الحلوة، كرمال قلبك. خايف؟ انا القوة بخدم عيونك. تعرف شو أوس؟ كل وقت كنت قاعدة عم فكر شو هالقوة اللي عندك؟ كيف هيك بلحظة بتترك كل شيء وبتمشي بلا ما تسأل عن حدا، حتى أهلك؟ حتى أمك وهيفا كنت مستغربة كيف قادرين يكملوا حياتهم هيك عادي بلاك؟ مش عارفين أنت وين؟ بمصر؟ مش بمصر؟ بس اكتشفت انه كلكم من فرد طيني، قلبكم ما خلق لحتى يحس. تصبحي على خير. مبروك. الله يبارك فيك. هيفا اليوم عم تتجوز. ما تقلي ما كنت عارف، يمكن بطلوا معتبرينك من العيلة بقى. والعريس هو صديقك الوحيد اللي عم يجرب ياخد دور البطل محلك. كملي. كيف كانت المفاجأة؟ حبيتك يعني هديك كتير لهالدرجة. ايه هلا بدك تقلك تحكيني بالماضي ولو. مصر. شادي، لك شادي شو عم تعمل انت؟ ها؟
على امه واخته؟ هذا اللي بيأمنك على عرضه؟ بس شادي ما خان الامانه. انا مثلي مثل اي اخت بالعالم، كنت بتمنى انه اخي الوحيد يكون معي بهذا اليوم، بس الظاهر اني لازم اتعود على غيابك وما استناك. هيفا ليش هيك عملتي؟ ليش هيك عملتي؟ لاني وحيده أوس. وحيده يا عمري يا حبيبتي. هيفا انت قلبك ضعيف ما بتحمل. قلبي اللي تعود على غيابك بيتحمل كل شيء يا أوس، كل شيء. غصب عني وحياة الله، مو بإيدي. وأنا مو بإيدي. حبيته. هيفا حبيبتي ليكي، حجزي لعندي وتعي على مصر. أوس أنا مو مثلك، أنا صار عندي زوج وعندي شغلي يلي حضرتك تركته، والأهم من هذا عندي أمي. أمي يا أوس. لك هيفا لا تجرني، هيفا لك هيفا لك أختي حبيبتي. حاعتبر انك اتصلت بس لتبارك لي، وراح اقول لك الله يبارك فيك. انتبه على حالك أوس، قول ما بدك توصي. راح اشرب كاسك أوس. حبيبي أنت منيحة؟ نقعد هون؟ لا، هداك المطعم في بيتزا بتشل. هداك الطلياني اللي بتحبيه؟ أوكي. ليه ما عم ترد عليها يعني؟ هلا بتتصل فيني انا؟ ها؟ اسمع انا مالي معك. الو اهلين رانيا، ايه ليكو جنبي؟ يمكن ما كان منتبه على موبايله. تفضل يا حبيبي. ايه رانيا وينك انتي؟ هلا جيت لعندها. ايه ان شاء الله ما بتاخر.
لأمتى بدك تضل تهرب من الجواب؟ شو عم يصير بينك وبين رانيا؟ شو عم يصير يعني؟ اللي عم يصير مثل اللي عم يصير بين أي اثنين من الزوجين. ممكن تشرح لي أكثر؟ هيفا، رح نحكي مثل شاب وبنت، مثل ما تعودنا كل عمرنا نحكي. طبعاً حبيبتي، في شيء اسمه روتين. الروتين هو نفس الشخص على القهوة، نفس الشخص بالبيت وعلى الأكل وبالطلعة وبالسفر، هو نفس الحديث ونفس الموضوع ونفس الخلاف. أنا بحب لرانيا، أنا تزوجتها لأني بحبها، أنا عايش معها لهلا لأني بحبها، بس أنا ما قدرت أحقق لها الحلم اللي كل عمرنا بنحلم فيه، إنه يكون عنا ولد. نحن حياتنا صارت استنساخ للحظات عم نعيشها، وهيك الشخص بصير عم يكرر حاله يوميا بس مشان ما يعمل مشاكل، هيك ما بتستمر الحياة. أنا لازم بعد عنها، لازم أتركها لحتى تلاقي الشخص المناسب اللي تكمل معه حياتها، الشخص اللي يحبها ويصونها ويحقق لها الحلم بأنه يصير عندها ولد. هيفا، أنت ما حبيتي ولا تزوجتي، مشان هيك صعب إني أشرح لك. هيفا، حماك، يمكن أنا صعب أفهم التفاصيل اللي حكيت لي عليها والمتعلقة بحب وزواج وهيك قصص، بس تعرف شو هو الأصعب؟ الأصعب إنك تفهم إنه قلبي لضعيف، ممكن بيوم من الأيام يكون أقوى قلب بالعالم إذا حب، وقديش مستعد يهزم المرض والموت إذا قرر يحب. أوس، الحب حق علينا، وأنا ما رح أحرم حالي هذا الحب إذا لقيته بدربي، رح أتحدى. أنا بحبك، بس اللي قلتي ما له علاقة بالزواج. ايوه نجم، ازيك يا حبيبي؟ على فكره انا بعت لك الورقه على عنوانك الجديد. عايز بقى همة وتقراها بسرعة وتبعتلي وتديني خبر، استني منك تليفون، أوكي؟ أنا عارف يا شمس إنك مريتي بمرحلة صعبة جدا، بس خلاص الكلام ده ورا ظهرنا، إحنا ولاد النهاردة
وننسى اللي فات. يمكن اكون قسيت عليكي شويتين، بس ده لانك بنتي وانا خايف عليكي. انا عايزك تبقي قويه جدا وجامده في الفتره اللي جايه، وتفتكري كويس جدا ان ليكي اب وبيته مفتوح لك في اي وقت. والدتك بتحضر لمرحله جديده في حياتها، وبصراحه ما اعتقدش انك هتكوني موجوده ضمن حساباتها في الفتره اللي جايه. بطل فيلمها بتحضره علشان يبقى بطل حياتها الحقيقيه. دي بالذات لا يمكن. هو كل مرة يجي أبوكي هنا فيها تحصل مشكلة بيني وبينك؟ قولي لي بقى يا هان، قالك إيه المرة دي؟ تعالي بصي، عرفتي مين اللي قالي؟ أسامة؟ بتحبيه؟ صباح الخير ماما. ماما طمني عني. صباح الخير. لا اطمني ماما، لسه ما ماتت. ولا تساليني ليش، انا راح اجاوب. قل هو الله احد. ذنبهم يتجرحوا والاحساس يفقد عندك مطرحه. بتعيش عقدة ذنب، صراع له قلب بيتغير مفهوم الحب وبيبطل عندك مفهوم. ضميرك بتحطه بخان، اسمع عذبني زمان. بتصير ظالم واناني وبذاتي وقت مظلوم. كمية على الغلط حياتك وبتتغير.